مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة ولقاء جديد في هاي تك. اليوم حلقة مميزة فيها جولة حول صناعة الألعاب الإلكترونية. فكرة بلشت من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وكانت فكرته هو تعزيز دور التكنولوجيا في الأردن، والهدف من وراء هذا الموضوع هو إنه إحنا نقدر نهيئ فرص عمل مناسبة لشبابنا في قطاع التكنولوجيا. فمن هون انطلقت فكرة الجيمينج لاب بال 2011 بناء على هاي النظرة، وتأسس الجيمينج لاب. من خلال الجيمينج لاب احنا كصندوق الملك عبد الله عم نحاول انه نعزز الابداع عند شبابنا، عم نحاول انه نعطيهم الفرص والادوات اللي يقدروا انهم ينفذوا فيها او حتى يعملوا العاب الكترونيه كمان. وبرضو عم نحاول انه احنا نشبكهم مع شركات خاصه حكوميه عالميه اللي تقدر انها تحفزهم اكثر وتبني لعبة أحسن لإلهم كمان. من خلال شغلنا في صندوق الملك عبد الله، أحد أهدافنا الرئيسية هو إنه إحنا نشرك أكبر عدد ممكن من شبابنا الأردنيين ببرامجنا ومبادراتنا. فارتقينا إنه إحنا نعمل الجيمينج لاب اللي أنتم شايفينه هون في عمان، في عنا واحد بإربد، وفي عنا كمان بكافة أنحاء المملكة بنعمل كامبس بنشرك فيها عدد كبير من شبابنا اللي مهتمين في صناعة الألعاب. أحد مبادرات الجيمينج لاب هو الأب تشالنج، اللي هي مسابقة لطلاب أعمارهم بين 15-17 سنة بمدارس خاصة وحكومية من كل أنحاء المملكة. بيشاركوا بهاي المسابقة، بتعلموا فيها كيف إنهم يصنعوا ألعابهم الخاصة فيهم، وبيشاركوا على مستوى المدرسة. احنا كنا بالمدرسة عادي طبيعيا ماشيين، اجانا الاستاذ زياد حكى لنا في اب تشالنج شاركوا، فحكينا له ماشي استاذ بنشارك وما بعرف شو، بس ايش هي المسابقة؟ قالنا هي مسابقة كانت هي زمان عن التراث الاردن، انه تعمل شيء للمنتجات الاردنية. هلا احنا اجينا هون مشان نشارك بالمسابقة، لانه احنا سمعنا فيها من الاول انه الدورة اللي قبل هاي شارك فيها المدرسة، فحبينا نشارك فيها. وبالأول ما اجينا كنا انه خايفين من ديزاينر وبروجرامر واول شيء جديد يعني، بس ما شفنا التحدي وهيك، فانه صار في عندنا دافع. سؤال بنطرح كثير من خلال الفعاليات، هل احنا الاردن جداد على صناعه الالعاب الالكترونيه ولا يعني صرنا من زمان في هاي الصناعه؟ الاردن حقيقه كانت من اول الدول العربيه اللي بدات فيها شركات في صناعه الالعاب الالكترونيه، بدينا من قبل 11 سنه، شركاتنا طورت العاب كانت على الموبايل، اجهزه المحمول او حتى على البي سي. اليوم بس في الاربع سنوات الماضيه صار التركيز على البنيه التحتيه وكفاءه وتطوير الشباب الاردنيين، وبالتالي تم تاسيس مختبر الالعاب اللي هو كان هديه من جلاله الملك، والهدف منه انه ننمي قدرات شبابنا ونطورهم وندربهم على افضل انواع التكنولوجيا. طبعا تقنيا احنا بنبدا من كل المستويات، عندنا مستويات المبتدئه، الناس اللي هم بيحبوا وعندهم شغف في صناعه الالعاب، منجيبهم ومنحاول نصنع معهم قصة، منحاول ندربهم على تكنولوجيا خاصة في صناعة الألعاب أو يكونوا مبرمجين على مستويات المبتدئة. طبعا تكنولوجيا مختلفة، احنا اليوم منحاول مع شبابنا نركز على صناعة الموبايل، صناعة الألعاب على الموبايل، والسبب لسهولتها
وعدم تكلفتها في التطوير والنتائج سريعة. هلأ اليوم كتير عم بنسأل هل إحنا مشوارنا طويل؟ في عنا كتير شركات أردنية قدرت توصل للعالمية، في عنا جيم لما يسأل ورد طلع شاك داون 2 وهو لشاكيل أونيل، محمد علي كلاي وجت لي، وهي أول لعبة لمحمد علي كلاي قدر يثق بشركة أردنية وبشباب أردنيين هم خريجين جامعات أردنية وتدربوا هنا ومنهم ما تدرب في مختبر الألعاب الأردني وقدروا يصنعوا هاي اللعبة العالمية اللي هو موجودة على الأسواق العالمية، إذا كانت على أسواق أبل ستور ولا على جوجل بلاي. فبالتالي إحنا عم نحكي شبابنا قادر وإحنا قادرين نوصل للعالمية، عنا مشوار طويل، بدنا نظبط حالنا ويكون عنا جودة عالية عشان ننافس. وبالتالي كان مختبر الألعاب الأردني اليوم موجود وحيكون يساند الشباب لوصولهم للعالمية. وشكرا لك. Shaq Down 2 Shaquille O'Neal. Jet Li. Lee Kemp. Muhammad Ali.